بعدما كانت المحافظة الأولى على مستوى العراق في عدم تسجيل أي إصابات بكورونا، باتت اليوم من أكثر المحافظات العراقية عدداً بحسب المواقف الوبائية اليومية، فيما حمل بعض الموصليون المسؤولية بحق دائرة صحة نينوى لضعف إجراءاتها واستغلال أصحاب المختبرات للمواطن الضعيف مع غياب الوعي التام لسكان المدينة بحسب بعض سكنتها. محافظة الموصل يعني كان الوباء قليل منتشر بيها، فبآخر الفترات المحافظات الباقيين سجلوا إصابات قليلة. الموصل عندنا صار عندنا بيها انتشار كلش كبير الفيروس كورونا، فإحنا اللوم نسته، وما بس نسته على الحكومة، الحكومة أسوي عليها. ندري الحكومة أنه تحكي بعض شغلات بس إمكانياتها قليلة، إحنا عتبنا على مدير الصحة والإجراءات اللي مال الفحص اللي صايرة بالمكاتب، والعاكو عالم بعض العالم ما عنده إمكانية إنه يستغلون يعني الفحص مال كورونا ب30,000. والله يتحمل مسؤولية الجميع، هي مسؤولية الكل يتحملها، لأن صراحة التزام يعني ضعيف. مواطنون آخرون حملوا الحكومة المحلية بمسؤوليها تفشي وباء كورونا بالشكل الكبير، معللين سبب الانتشار بفتح الحدود على مصراعيها واستقبال الوافدين من المحافظات العراقية الأخرى والقادمين من تركيا في الآونة الأخيرة للمدينة. محافظتنا نينوى كانت خالية من فيروس كورونا، فتحت الحدود يعني أمام الناس وأمام الوافدين من تركيا، وكثير ناس جت من الخارج يعني اكيد بيها يعني مصابين كلتهم، فاصابوا اهل المدينه. اهل المدينه ما عرفوا بنفسهم يعني. في بدايه الوباء كانت نينوى من المحافظات الاولى بالالتزام، وما زلنا بالالتزام، بس اللي عم على اهل نينوى واللي جاب المرض التقدير وتقدير اكثر الناس اللي موجودين، والحدود المحافظه اللي مفتوحه لكل من هب وادب، زين. وبالاخير احنا نحمل المواطن مسؤوليه تفشي الوباء، وبالحقيقة المواطن أكشوف أكثر الناس هم كسبة وأكثر الناس هم على باب الله سبحانه وتعالى. مناعة القطيع التي استخدمتها بعض الدول العالمية ومنها السويد هي مطلب سكان نينوى بالمجمل، مع مطالبات بغلق المنافذ بمصداقية كاملة. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.